من القاعدة الجوية العسكرية ببوفاريك. أين هذه الطائرة العسكرية القادمة إلى موسكو؟ وعلى مثلها مثل ما ترون بوفاريك في القادمة من العاصمة الروسية. وكانت قد صرح السيد الوزير الرسمي للحكومة بأن هذه أول دفعة، وجاءت تعليمات وجاءت صفقة من تعليمات السيد الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبريز، والذي كان قد وعد ببداية التلقيح قبل نهاية شهر جانفي. نوافيكم ببقية التفاصيل لاحقا. الآن مثل ما ترون مرة أخرى تنزيل الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك من على متن الطائرة العسكرية القادمة من العاصمة الروسية موسكو. اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيبدأ عملية التلقيح غدا السبت بداية من ولاية البليدة، لأن ولاية البليدة كانت في بداية الجائحة من أول الولايات التي تضررت وكانت أول بؤرة للوباء. كما صرح السيد وزير الاتصال بأن هناك رسمي باسم الحكومة عمار بالحمر بأن اللقاح سيكون تبعا أولوية لعمال قطاع الصحة ثم لسلك التعليم وأيضا لقطاع الإعلام، وسيتم بشكل رزنامة متتالية من أجل تلقيح جميع الفئات والتي لها الأولوية. ورجونا أن ننسى كبار السن وأيضا بقية الفئات الأخرى. سنوافيكم ببقية التفاصيل لاحقا، وشكرا لكم.